نعود الآن إلى أميرة مهذب مراسلتنا في تونس. أميرة، حدثينا لو سمحتي عما تعرضتم له وتعرض له فريق العربي. بالفعل، وكنا يعني على مقربة من بوابة البرلمان التونسي، أين يتجمع يعني مجموعات من أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعلى الضفة الأخرى من المناهضين والمنددين بالخطوة التي أقدم عليها. وكان الشارع بالفعل يعني يعج بقوات الأمن التونسية التي كانت بصدد فض الصدامات بين كلا الطرفين. فوجئنا بعد تقريبا يعني يوم كامل من التغطية بقدوم قوات أو عناصر أمنية بالزي المدني متوجهة إلينا في يعني أمام السيارة التي كانت تحمل المعدات. عناصر الأمن طلبت منا يعني التراخيص اللازمة، طلبت منا يعني هويات المهنية والثبوتية، سألت حتى عن القناة التي يعني نشتغل لحسابها، وأمرتنا يعني بإيقاف العمل الفوري وبيعني إخلاء المكان ومغادرته دون تقديم أي أسباب. وحتى حين حاولنا يعني الاستفسار عن دوافع هذا القرار، فهي فقط يعني اكتفت بأنها تعليمات، لا نعلم تعليمات من وما دوافع ذلك. هي فعلا يعني كانت حتى السيارة تشتغل لحساب قناة إعلامية أجنبية أخرى، يعني قامت ب يعني طلب منها المغادرة فورا، لكن يعني حتى ونحن يعني مغادرين لساحة البرلمان هناك يعني لم نتعرض في واقع الأمر يعني إلى مضايقات بشكل حاد، فقط يعني طولب منا المغادرة وإنهاء التصوير الفوري وإنهاء البث المباشر من الموقع الذي كنا يعني نقدم فيه المداخلات وكنا نقوم فيه بالتصوير. عموما يعني هذا كل يعني الذي حصل معنا منذ تقريبا نحو ساعة من الآن، الأمر الذي اضطرني شخصيا يعني إلى الانسحاب قليلا من أمام مقر مجلس نواب الشعب، ويعني مواصلة العمل هنا في المكتب وائل. هذا كل ما يمكن أميرة، أن فقط نجمله، وتواصلت معنا أيضا نقابة الصحفيين التونسيين. طيب ابقي معنا أميرة.